للمزيد ينضم إلينا من دبي أيمن عيتاني الخبير التقني والمختص في الإعلام الجديد. أهلا بك سيد أيمن. وفق تقديرك ما الذي حدث مع واتساب ليلة أمس؟ هلا نحن بنشوف استعمال الأشخاص والمؤسسات لخدمة واتساب استعمال يومي ودقيقة بدقيقة ودائم، وهو عادة يعني غير هذه المشكلة اللي صارت معنا امبارح، عادة الخدمة يعني يعتمد عليها، ومنشان هيك بنشوف عدد هائل من الناس بيستعملوها على صعيد يومي منشان الرسائل والصور والفيديو والمكالمات. هلا وقفت على تقريبا ساعتين ثلاثة امبارح، والمشكلة مشكلة تقنية كانت موجودة. ونخلي بالنا كمان انه التقنيه اللي بستعملها واتساب هي تقنيه خاصه فيها، يعني هن عملوا تقنيه كامله خاصه فيها لتقدر تحمل العدد الهائل من الرسائل اللي الناس عم تستعملها اليوم. وهن يعني ما صرحوا رسميا شو المشكله، بس يلي عم ينحكى اكثر شيء انه في عندهم تحديثات جديده جايه على التطبيقات الجايه، فاضطروا هن يعملوا تحديثات معينه، واحد من التحديثات عملوا هذه المشكله على صعيد كثير كبير. طيب أيمن، لماذا لم تشرح الشركة للمستخدمين خاصة مع هذا الانتشار الكبير، أكثر من مليار نتحدث كمستخدم، لماذا لم تشرح الشركة لهم ما حدث؟ عادة لما يكون في لما توقف خدمة كبيرة، يعني خدمة على صعيد كبير مثل هيدي، عادة بيكون في موضوع خارجي شيء من برات الشركة، لأنه واتساب قدرت تبني حالها بطريقة مكتملة، هي بطريقة كاملة بلا ما تعتمد على 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 غير على غير مؤسسات، ففي كثير من هذه المشاكل شوي الحق عليها حيكون فيه، فمنشان هيك يمكن يكون عندهم هن حابين عندهم تحفظ معين، ومن جهه ثانيه كمان هن منهم معودين انه الخدمه توقف خدمتهم، يعني كثير هن بيشتغلوا على طريقه تكون خدمتهم ثابته، فهن كمان منهم معودين على التواصل بهالطريقه لما توقف خدمتهم. طيب في المقابل نحن كمستخدمين يبدو ان الموضوع اثار تفاعلا كبيرا جدا. هناك سؤال طرح ضمن التقرير، هل بالفعل أصبحت مواقع التواصل والتقنيات وخاصة واتساب عصب الحياة الاجتماعية والمهنية؟ يعني حيلا شخص بتعرفيه أنت إذا نسي تليفونه بالبيت أو بالشغل بيرجع من وين قد ما كان بعيد بيرجع ليجي ياخده ليجي ياخد التليفون، يعني التليفون نحن وياه علاقتنا تغيرت كثير وحيكون عنا صعوبة نحن إذا نحن هلأ هيك نحن تعلمنا على التليفون كيف الناس اللي بيجوا بعدنا أولادنا لقدام يلي ربيوا التليفون وهالطريقة التواصل موجودة، فكل هذه الطرق عم تتغير. أشكرك جزيلا شكر أيمن عيتاني الخبير التقني والمختص في الإعلام الجديد حدثنا من دبي. عموما هناك من كان نائما من ضمنهم أنا.